اسرائیل شروع به تخریب خانه های فلسطینی ها کرد. این خانه ها در جنوب بیت المقدس قرار دارند، خانه هایی که با مجوز تشکیلات فلسطینی ساخته شدند، اما اسرائیل وجود آنها را تهدید برای امنیت خود تلقی میکند. توجهنا للمحاكم الإسرائيلية، دفعنا للمحامية ما يقارب $15,000 لمحامي واحد، بعدين سوينا استئناف ودفعنا كمان $5,000 على أساس إنهم يجمدوا الهدم، لأنهم كان مقرر إنهم يهدموا في 18/7. هلا لما رحنا للمحكمة أعطونا لـ1/8، بنتفاجأ اليوم الصبح على مجزرة، يعني فاتحين مجزرة هون عندنا بال عمالهم بيهدموا في أحلامنا وأحلام أطفالنا، وإشي مش جديد عليهم، بس إحنا صامدين هون وبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لن ينالوا من عزيمتنا، لو هدوا كل بيوت بنظل في الشوارع، بنقعد في الشوارع ما بهمنا. يعني أنا عندي 6 أولاد وأنا ومرتي وأخو مرتي برضو اللي هو معانا شريك في المنزل هذا، يعني احنا 2 متشاركين فيه مش واحد، برضو هو مرته وعنده 4 أطفال. يعني انت بتحكي على هون كان لازم يسكن فيه 14 فرد. فلسطيني هو سازمان ملل و اتحادیه اروپا این عمل اسرائیل را محکوم کرد.